طب ازيكم يا شباب؟ معكم فايز جميل. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وتعملوا شغل كل تتعودين ان جيت قرب يجي الله لو اقولكم على خروف اسمي السلفة ده السلفة العيد سمي السلفة العيد عيد تبلك عيد عيد ناس كبيرة ناس كبيرة ماليش دعوة ناس كبيرة سمي السلفة السلفة لسه هتسميه اكتبولي تعليقات وعايزين تعليقات جامدة وطبعا عارفين ان انا بقالي كتير وبحط الزبالة اللي انا كنت ببيعها وكده السيرفر القديم احنا هنودعه هنودع السيرفر ده هنودعه بس يا لما هبلت فيه ويا لما فجرته تتفكر وتعمل شاورما طبعاً هتوحشونا وأكتر اتنين النهاردة هيعملوا شير كل واحد يكتب لي في التعليقات هو عامل كام شير أكتر اتنين هيعملوا شير وخلوهم يشتركوا هنعمل لهم مفاجأة وإن إيه هنعمل إيه هياخدوا الاسم بتاع الايميل بتاع في روبلوكس هياخدوا ويبقوا صحابي في روبلوكس كده ونعمل معاهم فيديوهات وان شاء الله لما يعني ما اعرفش ايه بتاع وحشتوني جدا وحشتوني جدا وحشتوني جدا 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 وطبعا دلوقتي احنا نجهز نفسنا عشان احنا هنعمل وممكن الناس اللي عايزة تعمل تلعب الناس في ناس انا يوم الجمعة ولا يوم الجمعة كان ان شاء الله هخش روبلوكس والعب وهخش روبلوكس وساعتها هكون بعمل فيديو هعمل فيديو واوريكم البتاع بتاعي وبعدين هعمل فيديو وبعدين هعمل اخش ايه ماينكرافت في البتاع وانتوا هتخشوا ورايا كله يشوف الفيديو انا هكون عامل وهكون عامل لايف كمان عشان تشوفوا الماب لا ولا انتوا تبعتولي انا هخش اقبلكم وافضل مستنيكم بعد لما تقبلكم
هتكتب لي في البتاع ان هو ده، انا حتى من متابعينك يعني. ماشي، وبعدين انا هخش الماب. يلا بقى عشان هنتحول في سرفايفر دلوقتي. هحطكم وهقول لكم الكود عشان تبقوا تخشوا معايا الماب. الكود اللي هنجيب الكود نعمل الكود قدامكم. لا ده مش الرزق، مش عايز حاجة في الريسبون. الكود يا شباب، الكود سيت. كله خد سيلفي، خدته. يلا بقى وري نزل تحت شوية، نعمل دي، نخلي تقريبا ده الكود اصلا. مش عارف اكتبوا الاتنين وجربوا معاكم. 4 43 2 5 تكوت. يلا كوبي كده، تقدر تخش السيرفر كده، تقدر تخش السيرفر اونلاين. اتفقنا شباب؟ وطبعا نذبح المعزة معاكم، بس العيد لسه ما جاش يعني، بس قرب. وبعدين نقفل المكالمة. طبعا وحشتوني جدا 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 جدا. وهنبقى نلعب بابجي. وفين البيت؟ ايه ده؟ معلش بس على صوت حاجة. انا هروح معاك زيك. ايوه انا والله قاعده بتتكلم دي سيبكوا منها. لا ما اقصدش شطورة جيمنج، سيبكوا منها. وصلوني انا دلوقتي 23 او 22. ما تعملوهاش، مش تعملوا لها اي حاجة ولا اي حاجة، ما تعملوهاش اي حاجة. ايه دجاع ماذا؟ دجاع جعان يا ابني. هجيب لك اكل. انا هصطاد بقى، انا اذبح المعزة. المعزة بتتجبن فين؟ متعرفش المعزة بتتجبن فين؟ النمل الابيض في الزيت؟ ايه تنزل نفسي مش عارف. يا الله انا رايحه اجيبها في معزه، بقول هجيب معزه غصب عني، يعني هجيب معزه غصب عني. انا هاخد كل ما نشوف المعزه فين. اكتب لي شيب واشوف معزه. ما 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 دي شيب دم استسبون. لا ماشي جيبها لي. مش هجيبها لك. ايه يقول لك جيبها لي؟ ايه او ايه هنا؟ لا مش هوريها. سبب ايه هنفك؟ تلات معيز لعيونكم، تلات معيز وواحدة منهم سودا. تجمد فين؟ يلا يا معيز. انا شفت بتعمل ايه. رميتها. نعم رميتها في البحر. طب الام يا فارس تفتح لهم المعزة. طب
لكم المعزه ناعمه عليكم. يلا ها اجيب لكم اجيب لكم اللحمه امتى؟ لما تخشوا الفرن. كتب لو وريتكم الكود اهو. انا وريتكم الكود. الكود اهو. وريتكم الكود. يا فندم الكود. الكود انتوا شفتوه كلكم. لونها ايه طيب؟ الكود شايفينه؟ اهو. كود 3 4 2 5 3 4 2 5. فارس بيكمل فيا بس لونها. انا لسه ما سميتش السيرفر. مش هقول لك. استنى فيلم كده مش هقول لك. لما نشوف هتلاقيه ولا لا؟ انا جبت كنت واحده المعزه. لا ايه ده؟ اقول لك يا فن اقول لك هاتي كده واجيبها لك. لما ايه طيب؟ حصان. صح هجيب حصان. انا بذبح الحمار مش حصان. استني بس اقول لهم حاجه واجيلك. اول مرة اشوف حمار بيذبح نفسه. اوف. اول حصان. ايه امشي يا بت امشي يا بت. لون ايه طيب؟ لون ايه؟ ايمن كده احجب نفسك. لون ايه؟ انا قلت لك. قلت لي قلتلك لونه. مقلتليش ان انا اسمر. لون ايه؟ لما الاقي ايه ده؟ دونكي؟ طب انا هقولك لونه في 500 واحد بتاع بس انا بعرفهم من الاسامي. وانا عارفه. اوكي كات ايدي جوت دونكي. هات الدونكي ده. شيب اجيب شيب يا فارس. خلاص انا مش عايزه منك حاجه. الحمار بيطير. منور الحمار قد طار دلوقتي حالا. جبت المعزه يا فارس. المعزه الوان كمان يعني. يلا حبيبي يا جدع. جبت معزه. ماشي وريني. يلا عشان اذبح هذبح اربع معيز. اربعة. جبتيهم يا بنت اللعيبة. لقيتهم بنت اللعيبة. اجيب له سنتل. هدور لك على سنتل يصفصف. يصفصف بقى ما تسيبني. هدور لك على سنتل. خليك واقف هنا. والسنتل بتاع دايموند كمان. ايه؟ انا جبت اللحمة بتاعته. جبت الكبة وجبت ايه؟ دي كل عيد هذبح فيها. ايه حضرتك انت وقت ما شاء يا ماما العناكيب دي. ايش دي دبانه دي ولا ايه؟ يا مش انا كبتلك السدل.
استنيه. ممكن بقى اعمل بحاجة شباك حلو الشباك اللي انا عملته بصراحة. تعال تعال. طب انا جاتلي فكرة ماما نسيتها. يا سيف الطريق هعمل سباق على الطريق. يا سلام ده انا هقعد اصطاد هنا بقى الحاجات دي سنارة. هجيب سمك بقى ايه بقى كده. قطار قطار تعالوا تعالوا. ولا انا هجيب لك فاكهه. تعالوا احمد
ماشي. ده انا هاكل النهارده اكله ايه؟ اهدى شويه. هلا حط منك الصوت كده. خد هنا. حاجة حلوة وارمي الحبل ده والحبل ده الحبل ايه فين بقى البتاع اللي بتوع دي فين الحبل ايه ده خايف اللي يكون عدى من قدامي وانا مش خبيت انتوا طبعا عارفين هو مين ومش ناسي اسمه ده اللي بيعيون بيضة مش ستيف التاني اللي بيعيون بيضة احب البس ده احب ليها الطيران معرفش انا بقى هو ده استنى اجيب باكت مية باكت مية جدع باكت مية ضروري احطه هنا
انت طبعا فهمت اللي انا عمله فيديو، بس انا ايه نجيب النهاية حلوة. من بقى الوقعة تعالوا بقى نجيب أي ساعة بطلع في جبل. سلام سلام يا شباب، هتوحشوني.